اول مباراه بالموسم وبدايه موسم، اللياقه البدنيه لها دور، التفكير الذهني له دور. ما راح يفوز الافضل، راح يفوز البطل. لما تفوز راح تكون بطل السوبر، لكن مو شرط تكون افضل لان هذه اول مباراه بالموسم. لكن ان شاء الله احنا باذن الله سبحانه وتعالى بذلنا الاسباب، يعني عدينا العده على ما يقولون، من معسكر، مباريات وديه، جهوزيات لاعبين، ذكاء لاعبين، يعني تحمل مسؤوليه من اخواننا اللاعبين، واحنا ان شاء الله متفائلين. عندنا بعض القيابات يمكن راح يشارك، عجب وعلي الكندري وفهد عوض وفراس من البدايه، يمكن يكون في دكه الاحتياط. ايضا عندنا طلال جازع وفهد الهاجري الى الان ما تاكدت مشاركتهم، لكن نطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق فيهم وبغيرهم، لان بالنهايه هم ابنائنا واللي بيلعب ايضا ابنائنا. من يلعب ويحمل شعار نادي الكويت فهو مؤهل للمشاركه. يعني جمهور نادي الكويت اتمنى حضوره، وهذا شيء عودونا عليه، نهائي كاس الاتحاد الاسيوي، نهائي كاس الامير، نهائي كاس والعهد، هني اقول هالتحفه هذه تحتاج جماهير. بالنسبة لاستعدادات لمباراة كأس السوبر، استعداد الحمد لله أكثر من ممتاز، خصوصا الفترة اللي طافت يعني معسكرنا التدريبي كان أكثر من ممتاز، تماريننا الصباحية والمسائية، مبارياتنا الودية، نقدر نقول ما وصلنا لليفل 100%، لكن الحمد لله يعني إن شاء الله نكون وصلنا لمستوى قادرين على تحقيق كأس السوبر. نملك مجموعة من اللاعبين صراحة الممتازين، كذلك المحترفين، جهازنا الفني وجهازنا الإداري خلال الفترة اللي طافت مع مجلس الإدارة قدم شيء الكثير للنادي. نتمنى إن شاء الله تكون بداية في تحقيق كأس السوبر حتى نكمل المشوار في البطولات الموسم. فريق نادي الكويت ان شاء الله نقول انه جاهز 100% للمباراه، بحكم استعدادات طويله تقريبا اكثر من شهر ونص اعداد لهالمباراه طبعا وللدوري بشكل عام. والله ان شاء الله باذن الله نتمنى تكون بدايه خير ان شاء الله، وان شاء الله الموسم طويل بشكل عام، حتى يمكن اذا ما بديت في المباراه كاساسي يكون من دكه الاحتياط او ما اشارك في المباراه. المهم بالنهايه المهم الفوز للفريق، كلنا يعني لاعب واحد، كل اللاعبين عبارة عن لاعب واحد وإيد واحدة إن شاء الله. معروف لك تاريخ طيب، ارفعوا